لمصلحة التذامر ركلة إدخال، كرة ملعوبة ومحاولة ناحية اليسار لكن تبعد ترجع مرة ثانية لصالح التضامن. دا سيلفا كرة معه وبالوب جميل في الأمام، خطرة عبد الله صد الشمري، ترجع مرة ثانية خطرة لكن الشمري أيضا بيكمل مشوار السيطرة. هملان الهملان في البداية، إذا يأتي هملان الهملان وكانت البداية مع الشمري، لكن التبديل تم، يكون التبديل مفتوح في أحداث المباراة. كرة ملعوبة لصالح التضامن في التحضير في جهة اليسار لصالح التضامن، المحاولة موجودة عند سيلفا شايت على طول لكن هملان في المرصاد، محاولة ثانية للتضامن والتصدي مع حارس المرمى، مع حارس المرمى هملان الهملان. كرة بتلعب لصالح العنابي، النصر كمل فيها علي رمضان ناحية اليمين إلى خارج الملعب، واحد من اللاعبين في انتظار يعني من يتابع، أيضا مدربين ومحللين كرة الصالات تتحدث عن من يتميزون في الفرق الحاضرة في منافسات دوري كرة قدم الصالات للدوري الكويتي 2022-2023، ثمان فرق تشترك في المنافسة. كرة ملعوبة ومحاولة سريعة لكن تصدي موجود في الشق الدفاعي النصراوي، ما زالت إذن الأمور مع الدقائق اللي مرت، دقيقتين أكثر من دقيقتين وصول للتضامن، كرة مع التضامن دا سيلفا ناحية اليسار عبد العزيز براشد، دا سيلفا تنقل فاول لصالح التضامن، هذا براشد عبد العزيز براشد، محاولة شايف الامساك والمتابعة من حكم المباراة للحدث داخل أرضية الملعب، براشد شايد لكن تضرب هيطة البشرية. كرة موجودة مع نادي النصر في المحاولة الآن ناحية اليسار منقولة لكن إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب لصالح التضامن. كرة بتلعب مع التضامن، دا سيلفا في نص الملعب دا سيلفا براشد تلعب في المحاولة حمد العجمي، بدأ الآن التغيير ما بين اللاعبين، دعم الخاص لكل مرحلة في عملية الوصول الآن مع تغيير اللاعبين. كرة ملعوبة عرضية سريعة بتعدي، بيحاول يلعبها أيضا عبد العزيز براشد، أكثر حضور وظهور في هذه المرحلة، اللاعب الثاني من يؤدي إلى مرحلة الوصول. تلعب طويلة لصالح النصر طول إلى خارج الملعب، لصالح التضامن ناحية اليسار في المحاولة الانطلاقة لكن فاول وخطأ، فاول والخطأ في اللعبة الأخيرة على سهلي، شايف تدخل مع أندري مجيت اليسار، دسلف على التنفيذ شوت قوية لكن لخارج الملعب محمد العجمي. هملان في المتابعة والعجمي في اللقطة الأخيرة، كرة موجودة لصالح التضامن
تلعب الى التضامن اندري براشد دا سلفا بينقلها ناحيه اليسار الى العجمي سلفا حامد العجمي ناحيه اليمين يلعب امام الى عبد العزيز براشد في المحاوله لكن استخلص من الكره الى خارج الملعب في المتابعه هذا براشد اللي بيحاول ايضا يكون ضاغط بجهه اليمين كره اللعب لو جميل خطره تنشت على الطاير لكن بعيده بعيدا حطت ايضا من براشد شعلت نشاط في القياده للتحرك الشق الهجومي كره مقطوعه سريعه عجمي مع اكثر من لاعب الله يبعد حارس المرمى رافل العجمي وصل الى مرحله الاطمئنان والتنفيذ لكن بالمرصاد هملان الهملان يمنع فرصه لتسجيل هدف شوف الاعداء شوف رافل العجمي وصل الى مرحله بعد ما كان في دعم في شغل هجومي للنصر العنابي كره ملعوبه عجمي هي نفسها بشوت جول جول اول لصالح التضامن جول اول حمد العجبي بيسجل الهدف الاول بعد ضغط متواصل من بدايه احداث الشوط الاول ياتي نجاح اذا في تسجيل اول اهداف بعد تقريبا اربع دقائق ونص بهدف اذا يطمئن فيها ايضا الاداء للتضامن استثمار اذا الضغط العالي استثمار الوصول كرة بتلعب ركلة إدخال ملعوبة لصالح التضامن دا سيلفا إلى العجمي أندري كرة مع التضامن ناحية اليسار بيحاول يتقدم بالطول إلى خارج الملعب لصالح النصر طول إلى خارج الملعب وإلى صالح النصر وبتلعب الكرة مع النصر في المحاولة الآن بالطول إلى خارج الملعب أيضا هذا عبد العزيز براشد كرة لصالح التضامن تلعبوا خطرة لكن صدي أفضلية في الاستمرار كرة ملعوبة لصالح النصر في المحاولة بجهة اليسار والمحاولة لكن شيل حارس المرمى ترجع مرة ثانية كرة ما زالت موجودة وفيها خطورة لصالح النصر لكن مقطوعة التضامن بيأمن وفي فاول لصالح التضامن بالسلامة دا سيلفا بالسلامة لحارس المرمى لنادي التضامن عاد دا سيلفا كرة كانت أيضا المسد وجه حارس المرمى بالسلامة حارس المرمى تصدي كان لكرة كانت قوية على وجه حارس المرمى بالسلامة حارس المرمى بالسلامة تأكد حكم مباراة سلطان العنزي ويعطي الإشارة أمور طيبة إن شاء الله بالسلامة كرة بتلعب التضامن أندري حمد العجمي الرباعي ليستمر الآن يدخل أيضا في هذه المرحلة عبد الله سالم لكن مقطوع الكرة لصالح النصر في المحاولة الآن في الانتقال الشكل السريع جهة اليسار بالطول إلى خارج الملعب في المحاولة في المحاولة عبد المحسن بوشيبة عبد المحسن بوشيبة كرة اللعب مع التضامن عبد الله سالم
عبد الله سالم، عبد الله مظفر، ملعوبه محمد العجمي في الامام لكن تطول الى خارج الملعب. ركله ادخال، كره ملعوبه لصالح النصر. المحاوله الان، خطره مقطوعه الى خارج الملعب في محاوله استغلال عنصر المفاجاه من كابتن وقائد فريق التضامن عبد الله مظفر، لكن بتروح بعيده الى خارج الملعب. كره بتلعب لصالح النصر. المحاوله الان موجوده في جهه اليمين لصالح النصر، المرور لكن التدخل وفي خطا مع هذا التدخل عبد الله سالم. في المحاوله ايضا في الانطلاقه راموس بجهه اليمين، وقت مستقطع مطلوب الان لصالح النصر. لكل فريق وقت مستقطع واحد يطلب اذا النصر، والجهاز الفني مع النصر. خالد المطيري، عبد الله الشيخان في متابعه اذا التعليمات الخاصه، بينما يستمر جوس مانويل اللي يطمح ان يكون صاحب انجاز مع التضامن في المرحله القادمه. اذا ما زال في بدايه احداث الشوط الاول، التضامن متقدم بهدف وحيد مقابل لا شيء النصر في ثاني مباريات الفريقين. مباراه الاثاره والنديه كانت قبل قليل ما بين الكويت والقادسية، ونتمنى أن نشاهد في مرحلة المنافسة ما بين الفريقين أيضا في هذه المباراة الثانية. إلى الاطمئنان. وقت مستقطع إذن ينتهي ما بين الفريقين، واللي طلبه نادي النصر. والكرة فاول لصالح النصر ناحية اليمين. فاول عبد المحسن بوشيبة، يستعد للتنفيذ. وقليل كانت هجمات النصر، لكن ممكن الآن تأتي الحلول. بوشيبة بيلعبها والمتابعة موجودة، لكن بيشيلها حارس المرمى إلى خارج الملعب. حلوة حلوة، حارس المرمى لنادي التضامن يبعد الخطورة. سعود الظفيري، سعود الظفيري، كرة ما زالت موجودة بتلعب أيضا. سعود الظفيري بيشيلها في ثاني محاولة في الوصول لمرمى نادي التضامن، بدأ الآن ظهور سعود الظفيري في ثالث كرة، وهذه كرة مقطوعة لصالح النصر ناحية اليمين، لكن تبعد من عبد الله مظفر إلى خارج الملعب من أمام راموس لاعب نادي النصر. كرة بيلعبها راموس مع النصر، راموس ناحية اليمين، راموس بشوت، كرة قوية لكن بتمر إلى خارج الملعب بتعدي، خارج الملعب بتعدي. برافو سعود الظفيري حارس المرمى لنادي التضامن. الأولى التغطية كانت ناجحة، والثانية والثالثة أيضا مع التغطية المناسبة. كرة بتلعب، نصر بيحاول بادي ظهور الآن إلى خارج الملعب، يبعدها الظفيري حارس المرمى. مبدأ السلامة على سعود الظفيري، ركلة إدخال. كرة بتلعب، ريد ريغوز إلى أبو شيبة، تطول إلى خارج الملعب، طالت على علي صدي، ركلة تتغلي صالح التضامن. تلعب في المتابعة ناس يمين، صافرة بوجود خطأ، صافرة وجود خطأ لصالح التضامن.
عبد الله سالم. شوف عبد الله سالم في محاولة للاستمرار في متابعة بتمريرة كانت موجودة، لكن الفاول لصالح التضامن. فاول لصالح التضامن. عبد الله مظفر، والحديث والتفاهم. عجبيبي شوت، لكن تغطية من هملان إلى خارج الملعب بتروح. ركلة إدخال، كرة ملعوبة على طول. عبد الله مظفر إلى محمد العجمي، تلعب أندري. أندري كرة معه، تضامن عجمي سالم بدر. عبد الله سالم، أندري كرة مع التضامن، نقل لوب ناحية اليمين. حمد العجمي تلعب بشوت، لكن تغطية والكرة إلى خارج الملعب. وشيبة من أمام ديو أندري، لكن تسديدة لا إلى هملان. هملان ترجع مرة ثانية، خطرة بتنشات لكن لخارج الملعب بتعدي. كرة بتلعب مع النصر في المحاولة الآن مع النصر. اللعب قوية لكن لخارج الملعب بتحدي إلى خارج الملعب. تلعب الكرة لصالح التضامن. عبد الله إلى عامر الهاجري. عبد الله سالم ديو إلى الظفيري. ظفيري بيلعب على طول. عامر الهاجري توصل إلى ديو، حاول لم ظفر، ديو قطعها، ترجع لصالح التضامن نص الملعب، تطول إلى خارج الملعب لصالح النصر. تلعب على طول من راموس، ايضا مره ثانيه جهه اليسار الى راموس. راموس بيحاول يتقدم لكن تطول تبعد، كره طويله في المحاوله. كره مع النصر، تطول إلى خارج الملعب. تلعب ناحية اليسار لكن إلى خارج الملعب بالطول. هذا عامر الهاجري اللي نزل في هذه الدقائق الآن أو في هذه المرحلة من التوقيت لأحداث الشوط الأول. ما زال التضامن متقدم بهدف ما قبل لا شيء. النصر اللي يكمل مشوار انتصاراته التضامن. رودريغوز لعبها ناحية اليمين إلى راموس، توصل مقطوعة ديو إلى الظفيري بيلعبها طويلة. حارس المرمى إلى حارس المرمى النصر. هملان هملان بيلعبها سريعة أسهلي. كرة موجودة، راموس في المحاولة الآن ما زالت لكن مقطوعة، ترجع مرة ثانية لصالح النصر. راموس لمسة في الأمام أقرب إلى سعود الظفيري حارس مرمى نادي التضامن. كرة مع التضامن في نص الملعب. عمرو الهاجري ترجع مرة ثانية تنقطع. شايف الآن بادي يعني النصر يعمل ما هو مطلوب منه في التغطية والمحاولة السريعة بجانب القائم الأيمن لخارج الملعب. الشوط الأول ما زال في تنافس ما بين الفريقين.
تلعب ديو الى حارس المرمى بالطول، توصل انتظر من ناحية اليسار، دخل قوي وفي خطأ، في خطأ، ركلة ادخال اذن ما يحسبهاش حكم المباراة. كرة ما زالت مع التضامن، سيطرة في أرضية الملعب لكن بادي أيضا ديو، بادي النصر يحاول أن يركز أكثر في المتابعة والتكتيك المناسب في إيقاف هجمات وتحرك لاعبين التضامن. البداية كانت ضغطة في الدقائق الأولى، استثمر وصول هذا الضغط إلى تسجيل أول الأهداف. كرة بتلعب طول إلى خارج الملعب، هذا راموس برازيلي محترف في صفوف النصر، هملان هملان يحرس إذن مرمى نادي النصر، خبرة طويلة في ملاعب كرة قدم الصالات. ركلة إدخال تلعب، كرة بتلعب إلى خارج الملعب بالطول، تبعد عبد العزيز براشد، غاب ظهوره عن البداية، الدقائق الأولى كان ظاهر أكثر لأن التضامن كان ضاغط أكثر. كرة بتلعب الآن، المحاولة دا سيلفا الآن ينزل هو مع عبد العزيز براشد، دا سيلفا كرة مع براشد توصل ناحية ديو، براشد أندري ديو، عمرو الهاجري كرة معاه توصل ناحية اليسار سريعة إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب بتعدي دا سيلفا، كرة ملعوبة لصالح التضامن الآن، مقطوعة خطرة تنحط بتعدي تلمس القائم الأيسر إلى خارج الملعب، حلوة التضامن، لعبة خطرة كانت للتضامن. ركلة إدخال لصالح التضامن، تلعب براشد يتابعها لكن لخارج الملعب بتعدي. باقي تقريبا 6 دقائق 43 ثانية لعد التنازلي، إذا للتوقيت التنازلي تتوقف إذا المباراة مع صافرة حكم المباراة أو خروج الكرة عن حدود ملعب المباراة. كرة مع النصر ملعوبة، محاولة الآن للنصر، رودريغوز بيحاول يسيطر على الكرة، بينقلها ناحية اليمين توصل إلى أبو شيبة، أبو شيبة يرجعها إلى راموس، راموس أيضا ترجع مرة ثانية لصالح أبو شيبة، النصر راموس ناحية اليسار في المحاولة في المتابعة الآن، تلعب رودريغيز، تلعب الكرة مع النصر، شايف الفلوك الدفاعي جيد إلى الآن، الاختراق في المحاولة لكن التغطية هي الأنجح بالنسبة للتضامن، توصل مع عامر، تلعب ناحية اليسار براشد خطرة، حلوة حلوة، لعبة كانت بيتقن في مرحلة انتظار جاهزية الزميل، وبراشد تأخر
بعد ما هي عامر الأجري بجهة اليمين منطقة المناورة لتكون الجبهة مفتوحة بالنسبة للتحرك عبد العزيز الهاجري والانطلاقة بجهة اليسار، لكن الهملان الهملان يتصدى في هذه الكرة الخطرة لصالح التضامن. كرة على الطائر لكن بتروح إلى خارج الملعب. أندري ديو لاعب نادي التضامن. رودريغوز ينتظر الكرة، سعد العنزي حكم مباراة يعطي الإشارة استمرار اللعب. كرة لخارج الملعب. إلى خارج الملعب. كرة بتلعب. إلى التضامن. ناحية وسط الملعب. تنقل في الأمام في المحاولة لكن بالطول إلى خارج الملعب. ركلة إدخال لصالح التضامن. تلعب الكرة العجمي يو شايت حلوة هملان، أيضا المتابعة من براشد لكن كرة لخارج الملعب. برافو الأولى ناحية اليمين هملان، هملان حارس المرمى بيلعب كرة سريعة الآن في الأمام بوشيبة لكن إلى خارج الملعب. تزيدة كانت الأولى قوية والمتابعة من عبد العزيز براشد لكن هملان هملان كان التصدي ناجح في الأولى من أندري ديو والمتابعة من براشد. إذن يرجع التضامن في سيطرة في الضغط في الأسلوب في الوصول. حمد العجبي كرة مع حمد العجبي إلى يحاول السيطرة والضغط العالي إذن إلى خارج الملعب. كرة بتلعب في المحاولة الآن أندري ديو تمور مقطوعة منا الكرة على المرمى لكن سعود الظفيري قاطعها مرة ثانية سريع حلوة ديو بمر هدف الجول جول 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 هدف ثاني لصالح التضامن بنجاح بعد ما يعني طالت منا الكرة أندري ديو. ديو شوف شوف برافو سعود الظفيري سعود الظفيري كانت النظرة إذن صحيحة بأن أندري ديو واقف في الأمام لأنه كان عنده سقوط ومطالبة بالفاول لذلك هو تأخر في الرجوع لكن برافو سعود الظفيري اللي رفع رأسه بحقيقة وشاف أن أندري ديو واقف صح واقف صح في المكان بعيد عن المراقبة والمتابعة ليتابعها بنجاح ومرور من حارس المرمى وتابعها في مرمى نادي النصر. هدف ثاني لصالح التضامن في أحداث الشوط الأول إذن يعزز الأسلوب والطريقة بعد ما كان حاول النصر أن يجاري الأمور في ملعب المباراة لكن بينجح. التضامن في متابعة التركيز من ناحية الأداء والتركيز من ناحية ما هو مضمون توصيل الهجمات بشكل صحيح وأثمر أيضا بعد ما رجع يكون ضاغط أثمر أيضا أن يكون واصل بشكل صحيح ويسجل هدف ثاني. هدف ثاني خطأ بالتنفيذ خطأ بالتنفيذ حكم المباراة سعد العنزي سلطان العنزي
يطلب اذا تنظيف الارضيه سلطان العنزي حكم المباراه الثاني ليقود اللقاء جوس مانويل مدرب نادي التضامن. وتدخل قوي وقت مستقطع إذن لصالح نادي التضامن. تايم اوت إذن مطلوب. والانصاف رأي هي خاصة للوصول الخطأ الجسيم الخامس. إذن لا وقت مستقطع إنما هي صافرة الخطأ الخامس على نادي النصر. بعد ذلك هو الصوت هذا صوت التنبيه والتنويه أن الخطأ الخامس الجسيم على نادي النصر يحسب الآن أي خطأ قادم ممكن ينفذ بركلة جزائية من 10 متر واختياري. كرة ملعوبة مقطوعة للتضامن الانطلاقة السريعة ناحية اليمين حطم الجول لكن هملان بيشيلها. برافو القادم الجديد عبد الرحمن العنزي لمسته الأولى مع التغيير. عبد الرحمن العنزي شكل الخطورة وشكل تسديدة خطرة على مرمى نادي النصر لكن هملان في المرصاد. كرة موجودة مع النصر. اثنين التضامن. النصر بيحاول يرجع مرة ثانية ناحية اليمين لكن الكرة سريعة وبعيدة. على ناصر الرشيدي اللي كان بيحاول من جهة اليمين. قربت اللعب. مع التضامن. في المحاولة ناحية اليمين. دا سيلفا بيحاول يسيطر على الكرة. والضغط الدفاعي يمنع الوصول الكرة إلى خارج الملعب تبعد. ركلة إدخال لصالح التضامن في المحاولة الآن. كرة إلى خارج الملعب تلعب في المحاولة لتضامن خطرة هاترا تضامن هملان يبعد فرصة تسجيل هدف للتضامن. حاول فيها في المنطقة القريبة عبد العزيز براشد وتبغى النتيجة. اثنين التضامن. كرة ملعوبة. تضامن افضل في كل شيء فقط في دقائق قليلة. حاول النصر ان يجاري الامور بثلاث فرص ضاعت مع التصدي سعود الظفيري. والكرة الآن في المحاولة للنصر والرغابة الدفاعية. كرة مقطوعة دا سيلفا لصالح التضامن في المحاولة من جهة اليسار في المرور لكن مقطوعة لصالح النصر إلى خارج الملعب بالطول. دقيقة 12 ثانية الشوط الأول. وما زال التضامن بيقدم ما هو مطلوب. تايم اوت اذا الان رسمي يطلبه التضامن. تايم اوت خاص للتضامن. ودائما في هذا التوقيت بالنسبه لكره الصالات تكون مساله تكتيك غالب يكون النظري. وهذه الاعاده ديو في هدف الثاني. برافو ايضا لسعود الظفيري اللي اخذ النظره العاليه وعلى طول ما تاخر لان اللاعب كان يعني طايح في ارضيه الملعب. الكره لما انقطعت لصالح النصر وتقدم الفريق كان ديو متاخر الحقيقه لذلك مع تصدي سعود الظفيري للكرة ساهم الحقيقة في صناعة الهدف سعود الظفيري حارس مرمى نادي التضامن. توجيهات الأخيرة الآن جوس مانويل مدرب التضامن. يعني دقيقة و12 ثانية ت
تعطي الأفضلية أكيد بتكتيك معين بيحاول يفرضه مدرب نادي يتظن. ديو تلعب كرة مع التضامن، بالنص توصل إلى ديو، جود فردي دا سيلفا حاول الآن شوف نادي التضامن بيهدي الأمور يلعب على المضمون. أندري ديو، حمد العجمي، دا سيلفا في المحاولة الآن ناحية اليسار، تلعب خطرة الوف راشد يطلق كرة قوية لكن أيضا بيشيلها ويبعدها، كرات الصعبة الحقيقة لكن هملان هملان أيضا صاحي واقف صح بيغطي صح حارس مرمى نادي النصر. ركلة زاوية لصالح التضامن، اللعب المحاولة أيضا تبعد لخارج الملعب لصالح التضامن. تلعب الكرة لصالح التضامن على الطائرة الله، لكن إعادة 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 إعادة، يعني هدف جميل هدف جميل لكن خطأ في التنفيذ، أعطى حكم المباراة تغيير الكرة تنفيذ الكرة لصالح النصر. كرات تأتي على الطائر بهذه المسافة وبهذا المضمون والأسلوب جميلة جدا لكن خطأ بالتنفيذ خطأ بالتنفيذ. كرة بتلعب مع التضامن عجبي، أوه نفسه 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 محمد العجبي ألغاها ألغاها لكن أكدها أكدها هالمرة حمد العجبي، تلغي لي هدف أسجل هدف، تلغي لي هدف أسجل هدف، أنا لاعب بمضمون وفكر نظيف أسجل هدف من هذه المنطقة ومن هذه الزاوية، أعرف كيف أوصل كرة في الوقت والزمان والمكان. حمد العجبي هدف جميل جميل بفن وإتقان بسجل محمد العجمي بسجل محمد العجمي لصالح التضامن الثالث. حكم مباراة يطلب إعادة لأن في خطأ وليس إعادة هو خطأ خطأ أجزاء من الثانية صفر، لكن يعني بذلك الشوط ما انتهى، يقول الشوط ما انتهى والأمر عندي يعني مع الثانية الأخيرة مع الثانية الأخيرة. فاول لصالح النصر يعيدها يعيدها خطر الله، سعود الضفيري سعود الضفيري يصد للكرة الأخيرة بالسلامة بالسلامة سعود الضفيري، إذن بالسلامة سعود الضفيري مع الكرة الأخيرة. شوف الإعادة، إذن ثلاث أهداف للتضامن في أحداث الشوط الأول تذهب بأداء وأهداف بالمضمون ما هو مطلوب. إذن مشاهدينا شوط أول ينتهي، نذهب إلى أحداث الشوط الثاني، لكن خلكم معنا الحديث مع الزميل مشعل جوهر بعد قليل. مشاهدينا متابعينا عبر الرياضية في تلفزيون دولة الكويت، شكرا مشعل جوهر، والحديث عن أجواء الشوط الأول اللي انتهى بثلاث أهداف مقابل لا شيء، والتفصيل مجريات الشوط الأول انتهت وصفرت الشوط الثاني مع محمد البلوشي
وسلطان العنزي في قيادة أحداث الشوط الثاني والمباراة. أتمنى أن نشاهد مستوى أفضل بأداء الفريقين بعد ما كان فعلا برأي المحلل حمد العثمان المدرب الوطني من المباراة ليست بالمستوى العالي. صحيح فيها أهداف فيها تكتيك بعض الشيء، لكن المستوى ليس بالمستوى القوي اللي دائما نشاهده في كرة الصالات، أو خاصة إذا نتحدث عن أداء المباراة السابقة. لكن ننتظر الشوط الثاني. كرة ملعوبة لصالح النصر في المحاولة، مقطوعة إلى داسيلفا، داسيلفا بيحاول يمر لكن مقطوعة منه إلى خارج الملعب بالطول. ثلاثة أهداف للتضامن. كرة ملعوبة للنصر. رودريغيز، عبد الله محمود، توصل ناحية اليسار. سلي رودريغيز، أول محاولة لبناء الهجمة النصراوية. تغطية عبد الله السالم للتضامن إلى داسيلفا. داسيلفا في الأمام ناحية اليمين لاعبها، لكن يغطيه صح، يغطي صح إلى حارس المرمى. هملان هملان النصر، ملعوبة طويلة تطلع الكرة بدون تركيز إلى خارج الملعب. في المحاولة النصراوية سعود الضفيري بالسلامة، الكرة الأخيرة مست الجسم جسم حارس المرمى، لكن أداء طيب، دعم كبير جدا بقدمه هذا الحارس سعود الضفيري. كرة ملعوبة لصالح التضامن. دا سيلفا، عبد الله مظفر، كرة بتلعب ناحية اليسار مقطوعة للنصر. هجمة العكسية الآن سريعة، ممكن سيلفا عطية والمحاولة سهلية لكن لخارج الملعب. بتعدي بتعدي يبعدها عبد الله مظفر كابتن التضامن، قائد التضامن، يقود إلى الآن التضامن بهذا الانتصار وتعاون اللاعبين. كرة لصالح النصر، مقطوعة للتضامن. سلفة بيحاول يتابع، وهذه كرة خطرة، طفر بعبد الله إلى خارج الملعب. بتعدي كرة كانت سريعة أيضا من لمسة من تمريرة، لكن حطها بعيدة عبد الله مظفر عن مرمى النصر. كرة لصالح النصر، ركلة إدخال، لوب جميل إلى خارج الملعب. بتعدي لصالح التضامن. مرت أكثر من دقيقتين، الوضع هادي جدا، حذر ورقابة وتغطية، بلوك دفاعي للفريقين، منع الوصول السهل. كرة بتلعب أيضا بالخطأ، بتروح إلى خارج الملعب. يمكن فرصة التضامن كانت هي الأخطر لكن انحطت بعيدة. هملان هملان، كرة مع النصر، اللعب مقطوعة. النصر ما زالت في المحاولة في الأمام، وفي صافرة بوجود الخطأ، موجود خطأ موجود. بالسلامة، في أرضية الملعب، والفاول إذن محسوب لصالح التضامن. داس سيلفا لصالح التضامن.
كرة مقطوعة لصالح النصر، هذه خطرة والمحاولة تنحط أكثر من مرة، تتصد ترجع تنقطع ترجع أيضا، شوف وتدخل قوي. وصفر بوجود خطأ لصالح النصر، احتكاك والتحام ما بين اللاعبين. فاول لصالح النصر اللي يأتي النصر بأهداف التعديل أو بأقل تقدير هدف أول، هدف أول للتعديل الآن مطلوب، يواجه التضامن. كرة تلعب الله في نفس اللحظة، اللي يقول ممكن يأتي هدف في نفس اللحظة، بنفس اللحظة، والرد موجود من البرازيلي، يأتي رد، يأتي رد من كرة ثابتة، تنفيذها صحيح سليم، ألان رودريغوز، هدف النصر الأول من الكرة الثابتة، بيسجل ألان رودريغوز الهدف الأول لصالح النصر ويعدل النتيجة في نفس اللحظة اللي ذكرنا أن هل يأتي النصر بأهداف التعديل بأقل تقدير، وفعلا أتى الهدف الأول. برافو، الإصرار إذن موجود في كرة قدم الصلاة، وفي كرة الصلاة لا شيء مستحيل، في كرة الصلاة تعطي من يعطيها، في كرة الصلاة تلقى المتعة والإثارة. في الدوري الكويتي لكرة الصلاة في هذا الموسم من مجمع الشيخ سعد العبد الله للألعاب الرياضية، تأتي هذه المنافسات لصالح التضامن، يوه احتكاك، احتكاك ديو ديو مع ايضا مواطنة البرازيلي، اوف اوف احتكاك اذا اندري ديو ورودريغوز، لكن التفاهم موجود والروح الرياضية موجودة، لأن الالتحام، الالتحام موجود موجود، لكن الروح الرياضية موجودة ما بين اللاعبين. والفاول إذن هو أساس اللعبة، فاول لصالح التضامن، لكن الاحتكاك كان موجود، كان موجود، فاول لصالح التضامن، فاول عجبي، هيا مقطوعة سريعة لكن تغطية سعود الظفيري، ترجع مرة ثانية تلعب على طول رودريغوز، لكن أيضا والالتحام أيضا موجود، لكن الخطأ وصافرة حكم المباراة، فاول لصالح النصر. إعادة، الالتحام والشد في هذه المرحلة، علي رمضان ورودريغوز في المتابعة في اللعبة الأخيرة، حكم المباراة يسمح لي الجهاز الطبي والمرافق الطبي من هذه اللقطة، ورودريغوز في المتابعة بالسلامة، يكمل علاجه خارج أرضية الملعب بالسلامة يا رودريغوز. فاول لصالح النصر، قربت اللعب، عبد الله محمود إلى علي رمضان، أسهلي كرة مع النصر، عبد الله محمود بتمر علي رمضان، بيحاول يمر لكن مقطوعة إلى محمد العجمي، تضامن ترجع مرة ثانية علي رمضان، لكن
التحام وسقوط تمنع الوصول. أندري ديو 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 بيحاول، ثلاثة أهداف للتضامن. اطمئنان، لكن كرة الصالات ما فيها اطمئنان، فيها أنك أنت قادر أن تحافظ، لأن ممكن الفريق المنافس يأتيك بأهداف، لأن النتيجة 3-1 والأهداف تأتي بثواني. كرة مع النصر ويلا ملعوبة عبد الله محمود، لكن بيشيلها عبد العزيز براشدي إلى خارج الملعب لصالح النصر. ركلة إدخال في جهة اليمين، براشد نجومية حاضرة في ملعب المباراة، تفاهم جميل دائما نشوفه. كرة بتلعب، اسهلي الى ناحية اليسار، اللعب لصالح النصر، بيحاول يتابعها نصر علي الصدي اللي كان بيحاول يلعبها. كرة مع التضامن، هدوء اكثر في الشوط الثاني، لان التضامن بثلاث اهداف والفارق بهدفين. شايف النصر عامل بلوك دفاعي في منطقته، والتضامن بيحرك الكرة، بيحرك الكرة، ينتظر من يتقدم. كرة مع دا سيلفا، التضامن يبحث عن مرور، ما زال النصر. حمد العجمي، لأن النصر أو لاعبين النصر ما يتقدمون لي يعني عمل مساحات وعمل ممرات ممكن يستغلها التضامن، لذلك نشوف التضامن يحرك الكرة من أكثر من مرحلة وتكتيك. كرة تلعب مع التضامن، دي سيلفا بهي يو براشد بيحطها، لكن بتعدي، حط براشد أيضا كرة تبعها. هذا أندري ديو، ديو أداء متميز في أرضية الملعب براديلي. كرة ملعوبة لصالح النصر، مقطوعة دا سيلفا، بالطول إلى خارج الملعب. علي الصدي تلعب للنصر في المحاولة الآن في الأمام لصالح النصر، ناحية اليسار بيحاول يحطها، لكن بتعدي بعيدة بعيدة. بوشيبة بيحاول حط له كرة، عبد المحسن بوشيبة، كرة إلى خارج الملعب لصالح التضامن. كرة بتلعب، محمد العجمي تقدم سريع الآن في المحاولة للتوصيل، لكن مقطوعة لصالح النصر. رودريغوز في المحاولة الآن، عبد المحسن بوشيبة علي، نقلة إلى رودريغوز وبيلعبها، بيحاول يتابعها، لكن مقطوعة الكرة لصالح التضامن. التضامن كرة مع محمد العجمي، أندري ديو، كرة مع التضامن، تلعب هل هو تكتيك بالنسبة لنادي النصر أن يكون متراجع في ملعبه وعمل البلوك الدفاعي، عدم وجود أي مغامرة في التقدم؟ حمد العجمي، إذا أحداث الشوط الثاني في لقاء الفريقين في منافسات كرة الصالات.
التضامن ما زال متقدم بثلاث اهداف مقابل هدف واحد. ثلاثة واحد لصالح التضامن. كرة اللعب لصالح النصر ناحية اليسار. تطول إلى زاوية، ركلة زاوية لصالح النصر. راموس على التنفيذ، بيلعبها إلى هملان الهملان. في المحاولة الآن لصالح النصر. بوشيبة لكن احتكاك بسلفة عبد المحسن بوشيبة. كرة مع النادي التضامن. حامد العجمي تلعب ناحية اليمين. صافرة. كرة لصالح النصر. هدوء كبير إذن بأحداث الشوط الثاني. فارق الأهداف إلى الآن ما حرك طموح نادي النصر وقراءات الجهاز الفني لأن لنادي النصر. إلى الآن في الانتظار الرد المطلوب. كرة اللعب مع التضامن. إلى التضامن في المحاولة الآن. ديو في النص، ديو بيحاول يمر، مقطوعة مني لصالح النصر. راموس إلى رودريغوز. راموس في الاستلام بالعمق، بيحاول يلعب كرة ناحية اليمين تطول إلى خارج الملعب. هذا راموس. ما زلنا في المتابعة، التحية موصولة لكل من يتابعنا عبر الرياضية الكويتية في تلفزيون دولة الكويت، متابعة الأحداث الرياضية والمنافسات في كرة قدم الصالات في ثاني مباريات اليوم. النصر والتضامن، كرة ملعوبة لصالح النصر. راموس كمل ناحية اليمين، خطرة لكن السافرة موجودة. سافرة موجودة رودريغوز، وخطأ جميل، أداء جميل. شوف راموس، شوف رودريغوز، شوف المرور، وشوف أكثر من لاعب لمسة يد وتدخل، لكن رجع حكم المباراة بأفضلية لمسة اليد اللي كانت موجودة، لكن بعد ما انقطعت الكرة رجع إلى القرار. عبد المحسن بوشيبة، أداء جميل من رودريغوز لاعب نادي النصر. بوشيبة بيحضر لعب، لكن سعود الظفيري بيمنع فرصة هدف قائم، والظفيري وقوف صحيح. كرة موجودة لصالح التضامن، مقطوعة بتلعب بتمر سريعة، هذه خطرة للتضامن، يحط بجول. هاندري بيلعب كرة وبالخطأ رودريغوز بيكملها، بيكملها بإهداء، بإهداء. شوف 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 ديو، شوف حطه ومع التغطية رودريغوز بيحاول يهدي الكرة، لكن لو كان لعبها بقوة باتجاه المعاكس كان ممكن الكرة تروح خارج الملعب. اختار التهدئة، لكن التهدئة وصلت الكرة في مرمى نادي النصر. بإهداء، بإهداء مقبول للتضامن، مرفوض أكيد للنصر. 4-1
كرة بتلعب. صافر أبو وجود خطأ. صافر أبو وجود خطأ. 4-1 إذن يعزز التقدم التضامن مع نجومية الأداء. أندري ديو مع الإهداء من مواطن البرازيلي ريدريغوز. ألين ريدريغوز بيهدي إذن بالخطأ وغير مقصود. هدف لصالح التضامن. فاول فاول لصالح النصر من مكان خطر من مكان التنفيذ فيه مؤثر. فاول في احداث الشوط الثاني. تكتيك لم نجد له ايضا تفسير باداء نادي النصر في الشوط الثاني اللي كان بعيد عن رغبه الوصول. والمحاوله راموس لكن تلمس وتتصد والكره الى خارج الملعب. تايم اوت وقت مستقطع. 5 أخطاء اذا صافرة بوجود الخمس اخطاء وليس وقت مستقطع. 5 أخطاء على التضامن. الخطأ القادم الجسيم. 5 أخطاء جسيمة والخطأ القادم الجسيم راح ممكن ينفذ من ركلة 10 متر. كرة ملعوبة لصالح النصر الان ناحية اليمين. تزيد خطرة خطرة بنشيلها سعود الظفيري حارس مرمى نادي التضامن. كرة الان هجمة عكسية سريعة الان. هذه خطرة هذه تنحط بالجول. اوه هملان الهملان هملان الهملان ما زال بالمرصاد رغم الاهداف لكن تبقى نجومية حارس المرمى. في ثاني الهجمات العكسية في الشوط الثاني. هدف يأتي من الاولى والثانية. هملان الهملان يمنعها. كرة مع النصر بيمر بيمر الله بيمر راموس ويسجل بعد المرور يمررها بالجول بالجول بالجول. هدف صحيح وسليم هدف صحيح وسليم بأداء جميل من راموس. راموس وقت مستقطع لنادي التضامن. تايم اوت. تايم اوت لصالح التضامن بعد هدف النصر. تأخر كثيرا اعتقد نادي النصر في محاولة تفعيل وجوده في أرضية الملعب. لذلك نشوف شفنا الهدف الآن بعد ما أتى إصرار بعد ما أتى يعني جهود فردية لنادي النصر. أتى الإصرار لكن في وقت متأخر أعتقد. إذا أردت الاستمرار عليك أن تأتي بكل ما هو مطلوب منك. أهداف المباراة اليوم أهداف مباراة اليوم أيضا جميلة كما هو الحال مع المباراة الأولى اللي كانت ما بين القادسية والكويت. أيضا نجومية تسجيل الأهداف حاضرة. العجمي بهدف الثالث بعد ما ألغي هدف بنفس اللحظة في نفس الثواني. أتى العجمي بيسارية ينجح فيها في تسجيل الهدف الثالث. لكن النتيجة الآن 4-2 لصالح التضامن. فارق 2 تقدم التضامن ب3 أهداف الفارق بعد ما كانت 3-1 وزادها إلى 4-1. أتى الآن النصر بهدف قلل الفارق إلى 2. أفضلية في الاستمرار رغم وجود احتكاك. كرة ما زالت مع التضامن. شايف الآن النصر يتحرك بشكل أكثر. أعطى المساحات خطر الله. خبرة الهملان خبرة هملان الهملان
تأتي في الوقت المناسب تمنع هدف للتضامن. ركلة زاوية، كرة ملعوبة، دسلفة عطاير ابو راشد، لكن هملان الهملان بيأدي ما عليه. هملان الهملان، كرة الآن مع النصر، رودريجو اللعب في المحاولة لتسديد، لكن سعود الظفيري ماخذ مكان صح في التغطية. كرة بتلعب، المحاولة الآن موجودة، نقلة ترجع مقطوعة إلى خارج الملعب لصالح التضامن. كرة مع التضامن، خطرة على المرمى لكن بتمر بالجانب القائم الأيمن. تلعب سريع الآن، المباراة راح تاخذ اسلوب اللعب المفتوح خلاص، لأن الحديث عن 6 دقائق والفارق هدفين. وأمام ندية وقوة نادي التضامن النصر الآن ممكن يفتح اللعب، والمجهود الفردي يعطي الأفضلية في الأداء في أرضية الملعب. كرة موجودة مع النصر، طويلة في الأمام لف حسين، لكن ده سلفة لصالح التضامن قاطعها عبد الله مظفر، كرة معاه لصالح التضامن، بيلعب كرة على الخط جهة اليمين مقطوعة للنصر، بيحطها بالجول، الله بتعدي هذه شكلها بالجول، لأن اللعبة صح الحقيقة، اللعبة صح بكرة عرضية قصيرة كانت تنقصها فقط التوجيه، التوجيه، لكن مرت خارج الملعب وتبقى النتيجة 4-2. كرة اللعب، الظفيري في الأمام يلعب كرة صح في الأمام، المحاولة المرور لكن تبعد إلى خارج الملعب، إلى خارج الملعب. يوف المحاولة الأخيرة، يوف يحاول يتابع لكن مقطوعة منه. شايف النصر الآن بيلعب بكل ما عنده من قوة وتركيز، هل ينجح؟ أنت تكلم عن 5 دقائق ملعوبة، هل ينجح النصر بالوصول إلى التعادل بأقل تقدير؟ ليس فقط التعديل، هو عدل، لكن المطلوب الآن المرحلة المهمة اللي هي التعادل، هل ينجح النصر؟ فاسيل ناحية اليمين ملعوبة للنصر، وتدخل سعود الظفيري، كرة إلى خارج الملعب، برافو تدخل سعود الظفيري حارس مرمى نادي التضامن، صح صح تدخل صحيح. راموس، سلطان العنزي حكم المباراة الثاني، في إصابة لأحد اللاعبين في أرضية الملعب، بالسلامة رودريجو تسبب في هدف في مرمى، بالسلامة إذن كرة لمصلحة التضامن. عبد الله شيخان جاهز الفني لنادي النصر وتوجيهات مطلوبة. واللي طالب أيضا بأن يؤدي النصر ما عليه. 4 دقائق ونص تقريبا متبقية، كرة ملعوبة مع التضامن. كرة بتلعب، عبد المحسن بوشيبة، النصر يلعب الآن بباور بلاير، زيادة العددية، الله حلوة حلوة،
الاستفادة مع زيادة العددية. راموس يدخل بديلا عن حارس المرمى. وقت مستقطع. تايم اوت إذن مطلوب للنصر. راموس هل يأتي بالاستفادة من تواجدك لاعب باور بلاير؟ في الماضي كان في كرة الصالات اختيار لاعب الباور بلاير مفتوح، فقط يلبس لون مغاير ويلعب، لكن الآن مع تعديلات القوانين وتثبيت الأمور التنظيمية يحدد من يلبس أو يكون لاعب الباور بلاير يحمل نفس الرقم الأساسي اللي يحمله مع الفريق، ويكون هذا الأمر يحدد في وقت الفحص على الفريقين في قبل بداية أحداث المباراة، ومع التعديلات اللي الآن نظمت الأمور بتنفيذ ما هو مطلوب في الإعداد ما قبل المباراة، استحداث وتطبيق اللائحة والقوانين بحضور مراقب المباراة الإداري مع حكام المباراة لفحص اللاعبين بالأسماء والأجهزة على الفريقين. استحداد صحيح وجميل من قبل لجنة الصلاة والشواطئ في الاتحاد الكويتي لكرة القدم. كرة مع النصر تلعب ناحية اليسار، ترجع مرة ثانية رودريغوز. راموس تلعب نقلة، محاولة الآن نصر بيحاول يضع الأسلوب، مجهود الفردي الآن ديو بيحاول يطبقه، يستفيد سعود الظفيري إلى دا سيلفا، نقلة في الأمام، يضغط النصر بكل أوراقه بكل أسلوبه ليصل إلى التعادل. في كرة الصالة ما نقول صعبة، الأهداف في ثواني ممكن تأتي. تلعب علي رمضان، رودريغوز نقلة ناحية اليسار، علي رمضان كرة معاه، بيلعب كرة عرضية خطرة على المرمى لكن بتروح إلى خارج الملعب. كرة مع التضامن، ضغط عالي الآن بنفذة النصر في الوقوف في هذه المرحلة اللي اعتقد ان تأخر فيها. كرة موجودة تنحاد لكن بعيدة من التضامن، بعيدة عبدالله مظفر بيحط له كرة بعيدة بتعدي. كرة بتلعب سريعة الآن ناحية الأمام سهلة إلى الظفيري، مرة ثانية بتعود للتضامن دا سيلفا، كرة مع ديو دا سيلفا، وجود الفرد الآن ممكن والاستغلال، لكن علي رمضان قاطعها لصالح النصر في المحاولة الآن في المواجهة. عبدالله محمود راموس والمحاولة، علي رمضان راموس ريدريغون توصل كرة مع النصر في المحاولة من جهة اليسار خطرة، لكن التغطية الدفاعية تغطية ثنائية دفاعية مثالية لمحاولة نادي النصر. كرة بتلعب راموس بالاستلام، هي كرة بالنص إلى نصر، النقل طلع محمود يرجعها، كرة ما زالت موجودة طويلة ملعوبة، بيتعدي دا سيلفا، كرة بتلعب ديو أندري خطرة دا سيلفا بيرجع فيها وفاول، فاول لعادة
اقتحام اذا كرة بتلعب لصالح انتظم براشد بيرجعها الى دانسيلفا اندري ديو حاول يسيطر ضغط عالي رودريغو اندري بيلعبها طويلة في الامام ناحية اليمين في المكان الصحيح طفار بيعطيها لكن سريعة للتضامن سريعة سريعة هملان كرة مع النصر عبد المحسن بوشيبة بارو بلاير مازال يؤدي ما هو مطلوب منه راموس بالزيادة العددية ومقطوعة خطرة لصالح التضامن بيصدها راموس بيصدها راموس يطلع ويدخل الحارس الأساسي هملان في حالة استحواذ التضامن حسب ما هو مطلوب في مرحلة التكتيك لكن أيضا برافو راموس صد لكرة صد لكرة راموس لون أصفر يكون مغاير لاعب الباور بلاير كرة بتلعب مع النصر عبد المحسن بوشيبة رويد ريغونز نقلب العمق راموس بيحاول يشوت لكن بشيله براشد بتعدي الى خارج الملعب كره لمسها رودريغوز لذلك هي ركله زاويه اقل من دقيقه الوقت المتبقي اقل من دقيقه في ثاني مباريات خطا اذن خطا لصالح النصر ثاني اذن ختام هذه الجوله مع ثاني مباريات اليوم كرة ملعوبة لصالح التضامن ثواني الأخيرة تنقطع تنحط في المحاولة لكن لخارج الملعب بتعدي في المحاولة إذا اللاعب البديل إلى خارج الملعب لصالح النصر تلعب راموس تلعب للنصر جول هدف لصالح النصر من أصحاب الخبرة شوف الإعادة هدف لصالح النصر هدف التعديل 4-3 الله ثواني صعبة ثواني خطرة هدف التعديل نصر الرشيدي لكن باقي هدف راموس يبعدها إلى خارج الملعب لصالح التضامن ركلة زاوية هذا راموس نجح ناصر الرشيدي صاحب الخبرة بأن يعدل النتيجة كرة بتلعب الله حلوة ديو استلام بمضمون جميل بالأسلوب والطريقة المطلوبة توجيهات عبدالله الشيخان جاز الفني للنصر خلاص صفرت إذا نهاية أحداث المباراة مشاهدينا متابعينا فوز التضامن على النصر 4-3 ببداية لأحداث الشوط الثاني كانت بطيئة وانتقلت السرعة والإثارة بالدقائق الأخيرة استمتعت أن أكون معكم مشاهدينا لكم مني أجمل تحية أنا طارق الملا لكن خليكم معنا الحديث أكثر راح يكون موجود مع
الاستوديو التحليلي والزميل مشعل جوهر، تفضل لك الكلمه.